أهلا وسهلا بكم أصدقائي المفكرون الصغار ما هي أول ما نبدأ به يا صغاري تمارين الرياضية نشاهد المعلمة ونطبق يا صغاري حتى تصبح أجسادنا فقط وأجلس بهدوء وأنتظر دوري في الحديث أحسنتم رجع الحروف مع بعض حرف الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال وحرفنا يشبه الموزة حرف الراء رأس ريشة رجل أحسنتم كرسي مسمار تعرفنا على حرف الراء مواضع في الكلمة يكون أول الكلمة أم وسط الكلمة وآخر الكلمة يكون له يد واحدة فقط أحسنتم مثل كلمة رأس حرف الراء في أول الكلمة وراح نكتب أنا وياكم حرف الراء يشبه الموزة ونازل تحت السطر راح نراجع الأرقام مع بعض رقم واحد واثنان ثلاثة وأربعة خمسة وستة سبعة وثمانية وتسعة وآخر رقم معانا عشرة وهو رقمنا لهذا الأسبوع لدينا من جندي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم نخرج عشر أصابع يا صغاري أحسنتم اليوم لدينا معلمتنا الصغيرة الرسيل شكرا لحسن استماعكم